يا هلا والله شباب، اليوم جايب لكم فيديو جدا جدا مميز. مثل ما شايفين انا حاليا في الصحراء، بنفس الصحراء، وراح العب كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 في سياره سيلفرادو زد ار 2، ومعي ضيفين مميزين، خلينا نشوفهم. Oh, this is gonna be a crazy shootout. هلا بوب. يا هلا والله. الأخبار؟ كيف الرحلة كانت اليوم؟ ركبي. رولر كوستر. كيف الرحلة معك كيمو؟ أوف. أوف. أقول لك أنت اليوم راح تنبسط. والله شكلي. طبعا يا شباب. معاي رغيد، اظن معظمكم بيعرف اللي متابع قناتي، كل مره اتحداه بعده العاب وبفوزه وانا افوز. الفيديوهات تحكم، الفيديوهات تحكم، ارجعوا شويكم. وكل ما افوزه بتهمني اني غشاش، عشان كذا معاي كيمو. هلا والله. اليوم ما عندك عذر، لا انت ولا هو، الا يعني من تحت لتحت. شو من تحت؟ جايب كيمو الحكم، انا المفروض شو من تحت لتحت يا خوي؟ يعني انا اتفقت مع كيمو بالصحراء فوق. في المواهب يا صاحبي، في خطط على جرب انا ما اعرفها. طبعا شباب رح نتحدى بعض كول اوف ديوتي انا ورغيد في السياره وهي قاعده تمشي في الصحراء، والفايز منا هياخذ السياره اليوم. بشار جابني اليوم عشان احكم بينهم، فعشان كذا انا ضبطت لكم نظام معين يا جماعه راح تمشون عليه. حتلعبون ثلاثه تيم ديث ماتش، في كل تيم ديث ماتش ابغى قتله سنايبر واحده، اللي يفوز من الثلاثه الجيمات هذه يفوز بسياره الشيفروليه سيلفرادو. لازم قتله سنايبر. اخر قتله بس قوم شو ذم هالبد فاست بلود جاست جيتينج ستارت. اللي فوق بشار صحيح؟ صحيح. واللي تحت رغيد. بالتوفيق للكل. طبعا زي ما احنا بادئين يا جماعه الحين. اوه ده كل الاول رغيد شاد حيلك. انا جاي اخلص عشان استمتع بالصحراء بسرعه. لولي شويه حبيبي. اسمع، لازم واحده من الكلات سنايبر، لا تنسى. اخر قتله اخر عيوني. We're gonna have to drive fast. مين فتح عليك؟ تعال في الوقت القاتل 5-5. بكل صراحة مستوى ماشي. هترجع البيت بتاكسي اليوم، بينما انا هرجع بالسيارة. حنزدك بالصحراء. بندن. انا مشي كذا ممكن. هزات. واو ام تشيلين مان. يلا وين بشار؟ خلينا نستغل نظام التعليق في السياره. جدا رهيب يا جماعه، في نص الصحراء عيال قاعدين يلعبون كول اوف ديوتي مودرن وير في نص الصحراء وحماسهم زي كذا. تعال بس وينك؟ عادي انا بعطيه هيد ستارت. نو سكوب. طبعا يا شباب ما راح اخذ السياره الان، لا، اللي راح يفوز جيمين اول هي بيست اوف 3. طلع. اوه ماي جاد. القم. بالخير، اول جيم فاز فيه بشار المعرق اليوم، اللي اعطاه نو سكوب في اخر كل. يا رغيد يا حبيبي، حظ المبتدئين. يا رغيد. طبعا شباب انا الحين حاط السنايبر، خلاص يعني نعطيه امل. القم. الله، فيرست بلود. انتوا الاثنين تلعبون سنايبر الحين؟ انا حاط سنايبر عشان اعطيه فرصه يفوز. وانت ليش انت اللي حاط سنايبر؟ عشان افرجيك انه الشغله مش بالفرص. They are too sweaty. انت وراي. فينش.
والله ما كنت عارف شو اسمه. كنت ابي فنشك انت على فكره. شفت شاشتي يا اخي الشاشه؟ شوف برا وين وين الصحراء محترم. وين قاعد تطلع برا؟ فكرت جد في شيء. داست الجون. خلك سنايبر بس خلك. وينك انت؟ وين ضايع؟ لا سامك يا حبيب. وين الدرون؟ انا شايف في كان في درون قاعد تلحقني. صح احنا عايشين اجواء عم نلعب كول اوف ديوتي. يمينك يمينك وفي وراك يا تمام. ابي افنشه ابي افنشه عليك كيمو. ابي افنشه. جايبينك حكم عشان تكون عشان تكون عادل. انحشرت انا بالي صراحه انا ما بعرف انت شو مفكر. خلص كذا عزيزي المتابع نكون وصلنا لاخر جيم. الجيم الاول بشار تقدم بنقطه ولكن رغيد قلب الطاوله. وصلنا للنهائي اخر جيم. جدا متحمسين لنشوف مين حياخذ سيلفرادو زد ار 2 لبيتهم. السيلفرادو على بيتي اليوم. اذا نعرف يعني القتله الاولى لمين مين طبعا يعني. كيمو سؤالك الصراحه يعني مو في محله صح؟ اشكرك على هالثقه. قلت لك انت من اول قتله بقتله. انت واضح انه بينكم تكافؤ جميل. ما هو دائما لما يفوز بكون عميق. هذا اليوم انا جاي احكم صح. هو انا قاعد يعني قاعد اسمع اسمع بالله هذا هكر. كيف عرف انه انا من ورا الحيط؟ قاعد قاعد يطلع على شاشتي. اي سبليت سكرين قاعد يطلع على شاشتي. ما عندك ما عندك اخلاقيات اللعب يا حبيبي. انا بالصحراء بيجيني الحاسه الساسه بتشتغل. اخلاقيات اللعب عندك زيرو. على طاري 360 انت عارف انه السيلفرادو زد ار 2 فيها كاميرا 360 عشان يوم تبركن سيارتك يا بشار تاخذ راحتك بس تقدر تبركنها وانت مرتاح. لا ويت ويت بس صدق هاي لانه مش كاميرا هاي شاشه فوق. ياب تتحول شاشه بالكامل الكاميرا. او سو اتس ايزير تو بارك حيكون اسهل شيء في الحياه تبركن سيارتك. انا ما احتاج ابركن سيارتي. انا قاعد ابركن رغيد في الماب. وان تاتش. اوه سريع حبيبي. انا عم فكر فيها هاي اللي بعده. اوه حرام والله انا دايخ. والله انا دايخ. سنايبر دايخ. هاي المشكلة. دايخ مو 360. اوريدي عم نسوي 360 بالصحراء نحن. انت رغيد شايف شاشة بس ما انت قاعد غش والله. والله انت غشاش. الشاش ليريز عين على شاشتي. عين على شاشتي رغيد فور ذا وين. اطلب مفتاح يستاهل. هلا جد هلا حط الجيبل. لو سمحتوا انزل من السياره بدي اروح البيت. ايزي كيف عليك؟ ما توقعت انك تهزم عراب كول اوف ديوتي. انا اللي معلمه على كول اوف ديوتي دائما. مبروك. الله يبارك فيك. وين المفتاح؟ هذا المفتاح. تستحق الفوز بجدارة حبيبي. هذا المفتاح. ربحت معنا السيارة لمدة مشوار البيت كم كيمو؟ ساعة ونص كذا. ساعة ساعة ونص تفضل. أي مشوار بيت يا حبيب؟ ما عليه ما عليه. تعبالك جاي تفوز سيارة صح؟ كنت أنا بأخذها صح. أقول ودينا البيت. يلا يعطيك العافية ما قصرت كابتن. واتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك كومنت اشتراك. مع السلامة.